ما كبرت في عيالي، يا ما صغرت بشوات. واحنا في زمن مادي وكله دام الجيب خلاص مليان كده، خلصت الحسابات. يا ما قلبت اوجاع، يا ما غيرت اوضاع، يا ما رخصت غاليين، يا ما بينت انواع، يا ما فتحت ابواب، يا ما قفلت ابواب، يا ما خربت في بيوت، يا ما طمعت بياع. صباح الخير يا كراميلا. صباح الخير يا حبيبتي، يلا اقعدي افطري. هو انت مش هتاكلي معايا ولا ايه؟ ما اعرفش، معدتي مقلوبه من الصبح ومليش نفس. على فكره عايزاك تبلغي حماتك ان انا رايحه النهارده. ليه يا ماما؟ خير في ايه؟ هتستجوبيني؟ اعملي اللي بقول عليه وبس. ده ايه ده؟ حاضر. انا مش عارفه ما بيردش عليا ليه ده. ماشي خلاص اوكي. طب يا عزه تقفل دلوقتي، هكلمك كمان شويه. انت عارفه لو ماما سمعتك هتبقى مصيبه سودا على دماغك. ما خلصنا بقى، هو صبح وليل، وبعدين انا اتفقت معاه يجي يكلم بابا علشان يبقى الموضوع رسمي ونخلص. رسمي ايه يا بنتي؟ انت عبيطه، ده مفلس وماله. اللي معاه يدي اللي معهوش. الله. اللي معاه يدي اللي معهوش. وانت حبيبتي عايزه يعني ابوك يجيب له شقه ويفرشها له ويقول له اتفضل خد بنتي اتجوزها؟ انت مجنونه. كفايه انه بيحبني، مش انت راح تتجوزي واحد كل اللي تعرفيه عنه ان بدلته شكلها حلو؟ على الاقل مش صايع زي البيه بتاعك. انا مش قادره افهم بصراحه، انت ازاي تقبلي تتجوزي واحد جه وقعد اتفرج عليكي لمجرد ان انت بنت عبد الله؟ طب والنبي هو ده شويه؟ هو جاي حبيبتي وعارف ان انا بنت اصول،
انت اكبر رجل اعمال في مصر كلها. شفتي؟ اديكي قلتيها بعظمه لسانك، عشان ابوكي مش عشانك. لا ثانيه واحده، هو لا محتاج ولا فقير ولا مش لاقي ياكل مثلا زي البيه بتاعك ده. لو جينا بقى حسبناها بالعقل يبقى هو اللي جاي طمعان في فلوس ابوكي، يعني عشان فلوس ابوكي برضه مش عشانك. الكلام ده مش صح. انا اقدر افهم في الشخصيات كويس جدا. عزت ده محترم جدا وابن ناس، هو اي نعم فقير بس عالمي. عارفين يعني ايه عالمي؟ اكيد طبعا عارفين، عالمي في الفقر. لا يا حبيبتي، عالمي في الطموح. عزت اللي مش عاجبك ده بكره هيبقى ولا بيل جيتس. بلا خيبه، انا عندي مشوار مهم لازم اجري دلوقتي حالا. لا استني، خدي معاكي في طريق. استني يلا. بابا صباح الخير. صباح العسل يا حبيبتي. كويس ان انا لحقتك قبل ما تنزل. خير يا حبيبتي؟ يعني كنت عايزاك في موضوع كده. قولي. امبارح رحت لعم جميل وغيرت عربيتي. ولا يهمك يا حبيبتي، انا هتفهم معاها. ميرسي قوي احلى بابا. سلام يا ماما. صباح الخير يا كريم. اهلا يا عبد الله. برضه مش عايز تاخدني معاك؟ سيبينا اتصرف براحتك يا كريمه. ماشي، انت مصر تمشي بدماغك ليه؟ ايه تمشي بدماغك دي؟ انا حر ولا انا غلطان اللي قلت لك؟ لا انت مش غلطان، بس انا مقصودش يعني. لا تقصد يا كريم، وبعدين انا حر اخسر اكسب اجمع فلوس وارميها في الشارع على الرايح اللي جاي، انا حر. الله الله الله، انت فهمتني غلط يا عبد الله، انا اقصد تاخدني معاك اطب على عبد السلام، اسلم عليه واشوف شمس واشوف حسن واشوف مروان، ده كل قصدي يا اخويا. مره تانية يا كريمه، مره تانية. مره تانية مره تانية فيها ايه يعني؟ اديني قاعد اهو. ها وحياتك انت ما مشيت الا ما نلت المراد والطلب منها. بالك لو ما نفعش. ها هينفع، هيشوفها بومة جرد مسلسل، ولا هيتيجها ولا هيتيج جسم عصرتها. بعدين أنا عمري قلتلك حاجة وما حصلتش؟ مش قلتلك إنها مش هترمي ولا هتشيل وهحصل؟ صح حصل. خلاص انت بس تاخدي ده تحطيه في قلب المخدة، وده تحطي شوية منه في كوباية مية على الريق، وبيدعيلي بقى. عارفه يا دلال، لو طلق او غارت ندرن عليا، لجيب لك بيت جديد. قلت ايه عاد؟ هتغور والله العظيم هتغور. بيت جديد؟ طب اقول لك لو ما غارتش هجيب لك رقبتها على صدرها. هتخلصيني منها يا بنت؟ لو تمن بيت جديد كبير وحلو كده اخلصك منها ومن اللي جابوها كمان. سوق على مهلك سوق، بكرة الدنيا تروق. ترارارا سوق على مهلك سوق، بكرة الدنيا تروق. والله ما مصدق نفسي ان احنا مسافرين نهوى نفسينا. ايوه اخيرا اخيرا يا اسحاق هنشم هوا الحرية ونطلع من النكد اللي احنا عايشين فيه دي. على رأيك هنقعد يومين بعيد عن الهم والغم ووجع القلب ده. طب ليه ما رحناش اسكندريه؟ ليه؟ ويا مصر وحشه، دي عسل وحقه زي السكر. انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش، بس يعني ما بستش ولا حاجه. لعلمك انا اعمل لك مفاجاه 10 على 10، عمر عقلك ما حيوصل. لا مفاجاه ايه؟ ما احبش مفاجاتك يا سحق. لا وهي دي اي مفاجاه؟ دي هتخرج من نفوخك وحياتك انت. وابقى قول اسحاق قال لي. قال انت هتغنيه؟ ما تطلع مغني احسن. طب سوق. سوق على مهلك سوق، بكره الدنيا تروق. صباح الخير يا مدام سيهان. حضرتك لما تبقي مديه ميعاد لحد ما تبقيش تتاخري عليه. خير، حضرتك عايزاني في ايه؟
لا ده كده مش خير ابدا، البدايه ما تطمنش. ما دام حضرتك ابتديتي بالكلام ده انا هقصر عليك الطريق، لان انا بصراحه ما كنتش عارفه ابتدي ازاي، بس دلوقتي انا جايه عشان اقول الجوازه دي ما تنفعش. يا اختي لو بعرف ازغرق كنت اوري. بركه يا جمع اللي جت منكم، ده انا اللي جايه اقول لك ابنك ما ينفعناش يا حبيبتي. احنا عايزين راجل يعرف يشيل المسؤوليه ولا يتهنن ولا يتدلع ولا يبقى عايز ماما تحط له البزازه في بقه. ويا ريت يا ست سهام يا اختي تعيدي نظر في تربيه ابنك. يا اختي عشان لما يتقدم لحد يحترموه، العروسه تحترمه وتقول ده راجل مش ننوس عين امه. بالسلامه يا روح الروح. مع السلامه. ده يا تاخدك. مروان قوم اتحرك. ايه في ايه؟ بسم الله. عمك عبد الله هنا؟ بتقولي صح؟ ايوه انا شفته وهو داخل، قلت اجي اقول لك بسرعه قبل الست الوالده ما تستفرد بيه، خصوصا ان ابوك مش هنا. اسكتي، ايه الكلام ده؟ في ايه؟ بقول الحقيقه، امك ما بتحبوش ولا بتحبني ولا بتحب اي حد في البلد كلها. قلت لك مليون مره الكلام ده مش عايز اسمعه، وبعدين انا ما بحبش اشوفك متعصبه. بقول اللي جوايا. اكتم في نفسي يعني اطج اموت؟ لا بعيد الشر عنك، ما تموتيشي. اسمعيني دلوقتي، اذبحي فرشتين لعمي. بتبصي لك ده ليه؟ يلا قومي قومي يا جماره وربيع يا ست الستات. ايوه كده اضحكي، يلا قومي. عيني يلا يا عيني. يلا قومي يا حلو قومي. أمال فين ست كريمة؟ ما توحشناهاش. إزاي بقى ست جبرية؟ والله كانت عايزة تهاجي معاي، بس زي ما تقولي كده يعني أنا كنت مستعجل. يا مرحب يا مرحب، والله توحشت البنات. ده أنا ياما قلت لعبد الحكيم ياخدني نزورهم، بس هو كده يعني كان بيلاوعني، لحد ما قلت في حاجة أنا ما عارفهاش ولا في حاجة هو ما عايزش يقولها لي. حاجتي يا ست جبري يعني هتكون ست كريمة ما عايزاش تشوفني، البنات شايفيننا قليلين يعني، كمان احنا عايشين هنا وهم في مصر واحنا ناس غلبة كده على كدنا يعني. ملوش لزوم الكلام ده يا ست جبري، انا بس جاي في موضوع كده وماشي على طول، انما ان شاء الله المرة الجاية اعمل حسابك بعد 3 أو 4 أيام واجيبهم معاي. يا ريت يا اخويا يا ريت. وانا بقول البيت نور ليه؟ لن يا مرحب بالناس الزينه يا الوف المراحب. ازيك يا مروان يا ولدي؟ استغفر الله العظيم. ازيك يا ولدي؟ الحمد لله. بنات عمي فين؟ اوعى تقول ما جوش شيء. والله ما كان ينفع يا مروان يا ولدي. ليه يا عم؟ هم مش عايزين يعرفونا ولا ايه؟ قول له احسن بيزعل من كلامي، هم شكلهم كده ما عايزينش يجوا. يما. ايه يا حبيبي. عايزين من يدك الحلوه دي؟ غدوة على كيفك. يا سلام بس كده عيني، بس واكله يعجب عمك كمنه هو معود يعني على وكل الهوانم في مصر. عامل لك بوضة قد ما نادمها. عشت اخوي. ما تزعلش يا عمي. هزعل من ايه يا ولدي؟ سيبك انت، انت عامل ايه وحسن عامل ايه والبيت سمس كلنا زينين، ناقصنا انت يا عم. يا عم احكي لي. احكي لك ايه؟ اي حاجه. انت تعرف انا احب كلامك وحكاويك كمان. وحشتك كتير يا واد مروان. وانت يا عم ما تزعلش من امي، محدش بياخد على كلام امك. يا مرحب يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ معرفهاش، بس انا مش مطمنه للزياره دي. ما سالش عليا؟ ده باين انه نسي اللي عنده اخت، ده ولا جاب سيرتك. طبعا هي السنيوره اللي واكله عجل ونحله وبره، هتخليه يفتكر ان ليه اهل ولا اتحنن قلبه علينا وتلاقيه جاي من وراها سرجه. صح،
بقول لهم ما فين؟ قال لي معلش النبادي انا جاي صد رد. صد رد ايه وزفت ايه؟ دي لو عرفت انه جاي هنا هتاكله. مش بعيد كمان تديله كلمتين في جنابه. انا هعرف. يا حلوه يلي شايله الفراش. يا حلوه يلي شايله الفراش. اكتموا. تروح فين بالفروجات دي يا بت؟ مروان قال لي تبحيهم عشان عمي هنا. عمك؟ من متى بقى عمك؟ جاك عم الدبب. وانا مالي؟ وانا اللي قلت. تعالي هنا. انت رايحه فين؟ هخش اسلم على عمي. اتوحشته قوي. بحبه. مجيته هنا عيد. كان نفسي اشوفه هو ومرته عمتي كريمه الست العاجله الكمل اللي تتحط على الجرح يطيب. ده انا اللي هتحط عليك. يا بنتي اطلعي فوق. اختفي من قدامي. عمتك هتكسرني عشان عاوز اخش اسلم على عمي عبد الله. ازيك يا فوزي؟ اتوحشتك قوي يا عمي. جبت لي معاك ايه من مصر؟ كل خير يا حبيبتي. بقول لك ازيك يا فوزي؟ الحمد لله كويسه وزي الفل. وايه المقابله دي يا فوزي؟ وعاوزني اقابلك ازاي يعني؟ هو انت كنت بتسال ولا بتطمن ولا حتى افتكرت ان ليك اخت؟ طبعا البركه في الهانم الكمل اللي تتحط على الجرح يطيب. الا بالحق يا عمي. ازاي يا عمتي كريمه وبنات عمتي بخير؟ بخير يا حبيبتي. بسلم عليك. ازيك يا عمي؟ ازيك يا حبيبتي؟ استغفر الله العظيم. يا عمي ازاي بنات عمي؟ الحمد لله. يا شمس يا بنتي. شمس فوزية عايزك في كلمتين. عايزني انا؟ بركة. والله بركة ان انا بقى ليا عازة. تعالى يا اخويا تعالى زي بيتكم برضك. بعد اذنكم. نادية روح اتبعي الفروج. اتبعه واديبه انا؟ لا يا اخوي. نادية اتبعي الفروج. انت اصلك مش عارف اللي حصل. امك الهم واروح امك. جرت لي بلاش فروج. خليه بط. اصل اللي عايشين في مصر متعودين على اكل الفروج. انما البط حاجه تانية خالص. وخصوصي ان عمي عبد الله بيحب الرجاج بمرقه البط. مش كده يا حماتي؟ كده يا روح حماتك. روح اتبعي الفروج. يما عشان خاطري. يمشوا بس. ان ما طفحتك عظم البط ما بقاش انا يا نادية. مش فاهمة حاجة يا عبد الله. ما تجيب من الاخر. حقيقة انا في ازمة فوزي. ازمتي ايه يا اخويا بعد الشر عليك من الازمات؟ يا عم ازمتي ايه؟ استنى انت يا مروان. قول يا اخويا. قول انا سمعاك. انا محتاج فلوس. محتاج فلوس؟ انت محتاج فلوس؟ عيب يا راجل. ده انت كلك فلوس. ده انت سمعتك جايبه البلد من شرقها لغربها. ولا الهانم زنت عليه؟ مش لزوم الكلام ده يا فوزي. انا بتكلم معاك عشان انت اختي. تتكلم معايا؟ من متى يا قلب اختك بتتكلم معايا؟ ولا حتى افتكرت ان ليك اخت مرميه في البيت هنا؟ انت عارف انت بقالك قد ايه يا عبد الله ما كلمتنيش؟ ولا حتى رنيت عليا وقلت لي كلمني شكرا وانا كنت اتصلت بيك؟ فوزية الحكاية بقول لك ايه يا عبد الله؟ الشويتين دول ما يخلوش عليا. والمسكنه اللي انت رسمها على وشك دي ما تدخلش على عقلي. عيب يا راجل. عيب تبقى راجل كبير كده وجاي تتكلم في فلوس وانت كلك فلوس. فلوس ايه يا عبد الله اللي جاي تتكلم فيها دي؟ عمتي. جرى ايه يا روح عمتك؟ مش عاجبك كلامي اياك؟ ممكن نأجل الكلام دي لبعد الغدا. وبعد الغدا ليه؟ ما اللي هنقوله بعد الغدا نقوله دلوق. بص بقى يا قلب اختك يا نن عين اختك من جوه. اسمع يا مروان عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. الحكايه وما فيها شغل حريم هري وغيره. الست كريمه لا على حمي ولا على بارد.
قاعدة تبخ سمها في ودنك، وتلاقيها بتقولك الأرض يا عبد الله، البيت يا عبد الله، الفلوس والتجارة اللي هم فيها دي من فلوسنا يا عبد الله. عاوزة تقطع وتشفي وتلها في كل حاجة، لكن ده بعدها. أنا بقى اللي هقفله. أحب على يدك، ما تزعل شيء. لا يا ولدي، أنا مش زعلان منها. فوزية في الأول وفي الآخر أختي. المهم أبوك. ما تخافش، أبويا مش هيسيبك. يا عم حكاية الأزمة دي إيه؟ قولي لي، كان عايزك في إيه؟ عايز عزرائيل. حرام عليك يا بنت، ده اخوكي. حرام عليا، ده اخويا. طول ما وراه العقربة دي يبقى هو وهي في 60 داهية. اسكتي يا جبرية، اسكتي، انا شايلة ومعبية. عندك حق والله، بس قولي لي عاد هو كان عايز ايه؟ جاليه عايز فلوس. فلوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منين يا اختي منين؟ ما انت عارفة كل حاجة. منين ما انا عارفه كل حاجه. جرايه يا جبريه. لا ما قصديش، يعني هو يعني الحمد لله الخير كتير وكل حاجه، لكن لكريمه له. ايوه لكريمه له. لكن الخير كتير والحمد لله يا ست. كتير. بقول لك يا حماتي، اذبح رومي كمان ولا كفايه كده؟ اقول لك انا اللي حذبحك. امشي غوري. هي حصلت ترميني بالمدرس؟ ده انا هقطع عليكي كمان. امشي يا بنت. يا مروان، في ايه؟ امك بترميني بالشبشب، امك بتهني. لا كله لقلة الجيمة. انا عند ابوي لما تعرف جبته بجت على خدني. بنت يا نادي، راح فين يا بنت؟ لا يا عمي، كله لك ده. ده انا الصغير والكبير ما داس ابويا فوق دماغه. انا مش راجع لما يجيب لي حقي. حق ايه يا ام حاج؟ يما عيبك ده. يا مري، بتقول لي انا عيب؟ انا اللي غلطانه يعني؟ بتركبها عليا يا ولد بطني. ما تقول لها كمان تاخدني قلمين. اخص عليك، اخص. مش قصدي يا اما حقك علي. اوعى اوعى، ابعد عني. طلع فوق دلوقتي يا نادي. طب والله انا ما قاعده في البيت ده طول ما هي فيه. شايف؟ خلاص يما. يما اوعى. مروان يا ولدي، بروح صالح مرتك. يا اهلا وسهلا يا سي عبد الله. يا مرحب، بركتك هلت. اوعى تفتح، هتقلب دماغك على الفاضي. يمكن حد محتاجني ولا حاجه. ايه اللي هيحتاجوك فيه؟ وبعدين انت من حقك تروق دماغك. هو زمان كان معانا الهباب ده ولا كنا هتشيله؟ من الناس كانت عايشه وبتتصرف وزي الفل. لعلمك محدش خرب الدنيا الا البتاع ده. والله عندك حق. وبعدين لما حد يسالك قول له التليفون كان عطلان او فاصل شحن او الشبكه واقعه، عندك بدل العذر مليون عذر. لما انت جبتنا هنا ليه؟ عامل لك مفاجأة. مفاجأة كيف يعني؟ قول انت بس كده وظبط حالك وبعدين هتعرف كل حاجة. عارف كل حاجة؟ كل لكن انت تعز الأكل. يخرب عقلك يعني. كله من خيرك يا عبد الحكيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي.
مش هتغيري عشان ننزل؟ اغير ايه وقرفي؟ بقولك ايه، انت مالكش كلام معايا خالص، انا جاي هنا عشان خاطر محروسه بس. الله يخليك الله يخليك. انا ماشي اصلا. مالها دي؟ قفش عليك يا سيدي. لا ان شاء الله. انت بصراحه الرحله اللي فاتت كنت ناطرها على الاخر. طب بقول لك ايه، البت دي انا مش عايز اشوفها تاني، وحساب الفندق انا مش دافع فيه ولا ميلم. تشيل نفسها، انا ما بحبش انا عوجة البوز دي. انا جاي عشان افرفش، مش جاي عشان اصالح ودادي. انا برضو هقول لك يا ابو المفهوميه، البنات بتحب الدلع. ادلع ايه؟ هي مرتي عشان ادلعها؟ طب قسما بجلال الله، لو مرتي عملت العمله دي لكون حدف على بيت ابوها. عشان كده عمرك ما هتعمر. اعمر ايه وزفت ايه؟ بقول لك ايه، انا ما بحبش التكشيره والبوز الفجري. عليا النعمه دافع لها ولا ميلم، ولو دفعت لها حاجه اعمل حسابك انك مرفوض، بخلي حد في البلد يشغلك. كل يا عم. تغور في 60 داهيه، تغور في 60 داهيه، وانا لا اكل؟ ده انا لما ده انا بصدق ان انا اخرج معاك. يا سلام. ايش القهوه؟ دليلة؟ معقول تبقى هي دي المفاجأة؟ ايه رأيك؟ عشان بس تعرف ان انا احسن منك. انا اتصلت باسحاق، وانا اللي قلت له يجيبك هنا عندي، وانا اللي شرط عليه انه ما يقولكش، عشان عارفة ومتأكدة انه لو كان قالك ما كنتش هتيجي. مين قالك ده؟ يعني لو كان قالك ان الاوتيل ده بتاعي وان انا مستضافاك هنا عندي كام يوم، كنت هتيجي؟ اجي ده ناجي واجي واجي كمان. انما ده يعني الفندق بقى بتاعك بالسرعه دي يا عبد الحكيم؟ استنى بس يا اسحاق، عليهم الف مبروك. تعرفي انا لما اكون متخانق ولا متضايق ولا مخنوق بفتكرك على طول، وافتكر الايام الحلوه اللي قضيناها سوا. وحشت الجو يا جميلة. وانا كمان يا عبد الحكيم. المهم ان انت هنا ضيفي، والاوتيل كله تحت امرك. اي حاجة تضايقك، اي حاجة ما تعجبكش، على طول كلمني. اسحاق. ايوه ست دليدة. خلي بالك منه حكم، انا عارفاه وهيخلع منك. دايما بيقول الكلام الحلو وبعدين بيخلع، ولا نسيت؟ اخلع بقى بعد ما شفتي اخلع. اسحاق هو اللي هيخلع. اشرب واخلع. ابوي طلع طبور. ماشي يا عبد الحكيم، دي لو جبريه عرفت حطين عيشتك. اضحك اضحك. بقول لك ايه، ضيف حسابي على الاستاذ حسن بيه. أستاذة ندى بتقول إن إحنا نضيف حساب على حضرتك. ولا عارفها. نعم. يا وليه أنت في إيه مالك؟ ابعد عني. بقول لك إيه يا حسن؟ ادفع الحساب يا إما وديني، هعمل لك فضيحة هنا. تعمليني أنا فضيحة؟ ليه؟ وأنا اللي قاعد في أوضة مش عايز أدفع تمنها؟ طب جربي كده وشوفي مين هيبايت في التخشيبة النهاردة. ما تهزرش يا حسن. أنا ما بهزرش يا روح أمك. روح أمي؟ أه روح أمك. أمال عايزاني أكلمك كيف؟ بقول لك يا بنت انت، انا لما بقول لك انك تيجي بيبقى عشان نقضي وقت لطيف، مش عشان تعكنني على اهلي. يلا روح ارمي بلاكي على حد تاني. يلا محروس. محروس الحقني. مين دي يا حسن؟ حسن يلا. الولية زي ما يكون مصدقت، بتتلكك. ده هي تاخدها، وانا يعني اللي كنت راضي عن الجوازة دي اغرف دهية. ماما كنت عايزة اتكلم معاكي في حاجة بس يا حبيبتي. خير يا زينب؟ عايزة ايه يا حبيبتي؟ ايه يا ماما مالك، انت في حاجة مضايقاكي؟ لا يا زينب انا كويسة زي الفل الحمد لله. طيب بصي يا ستي، انا عايزه اروح عند الجواهرجي، لقيت حته بس لحد يقولي جواهرجي ولا بميه نحاس ولا عايزين فلوس
ولا سايخ ولا عزينه، ما حدش جاب السيره دي خالص. سامعني ولا مش سامعني؟ ايه يا ماما في ايه؟ هو انا قلت ايه يعني كل ده؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك يا ماما؟ معلش معلش يا زينب، اصل انا صاحيه متضايقه شويه وعندي شويه صداع. بلاش اتضايق يا ستي، وانا مش بشر وانا مش بني ادم. ماما عايزه اعرف ايه اللي حصل بالظبط. نعم يا ست رتال، اللي حصل في ايه بالظبط؟ حضرتك عارفه انا قصدي ايه كويس قوي. اه فهمت دلوقتي، يبقى حضرتك قابلت المتنيل على عينه المعدول، صح؟ صح. يبقى اتخانقتي معايا. اتخانقتي معايا يا ماما، وكل ده جه فوق دماغي انا. جه فوق دماغك ازاي يا ست الستات؟ قال ان احنا مش هينفع نكمل مع بعض. والله ابن اصول، ابن حلال مصفي، بركه يا جامع انها جت منه. ايه يا ماما اللي حصل؟ رتال اهدي، مش كده ماما. لا يا زينب مش ههدى، انا لازم اعرف ايه اللي حصل. هو انا يا ماما مش كنت قلت لك تتحمليها شويه عشان خاطري انا؟ يا اختي ولا اتحملها ولا تستحملني يا بنت. ده انا اول ما دخلت اديتهم لي في جنابي من المنائي يا خيار، واخرتها قالت لي معلش يا حاجه كريمه مفيش اسمه ونصيب. قلت لها ليه يا حاجه كده؟ قالت لي اهو من غير سبب. يعني ايه من غير سبب؟ ابي روحي اساليها يا اختي. بقول لك ايه، الواد ده رجله ما تعتبش هنا، انت فاهمه ولا لا؟ انت عارفه لو تقلك بالذهب، الذهب اللي انا كارهه اسمعه برضه مش هتاخديه. كل قرف ايه يا بنت انت؟ وهي كل قرف. عاجبك اللي امك بتعمله ده؟ في حاجه غلط، كل حاجه في البيت ده بقت غلط. يا هبل انتي، في حاجه غلط بتحصل احنا ما نعرفهاش. من امتى اصلا بابا كان بيسافر يزور عمي؟ وبعدين راح فجاه كده وماما سابته، لا قالت لا ولا قلبت الدنيا زي كل مره. وكان بيروح. ايوه كان بيروح، بس الغريبه بقى ان المره دي راح وما سالش اي حد فينا اذا كان عايز يروح معاه ولا لا، ومشي فجاه كده. انا ما يهمنيش بقى كل اللي بيحصل ده، انا يهمني المصيبه اللي انا بقيت فيها دلوقتي. يا عبيطه انتي، افهمي الاول ايه اللي بيحصل ده وبعدين اتكلمي. انا متاكده ان ام الزفت اللي انتي مخطوبه له ده هي السبب، هي الغلطانه. بقول لك ايه يا زينب، انا عارفه ومتاكده ان كلكم بتكرهوه. ده ايه القرف ده؟ والله العظيم انتي عبيطه. يعني عايزه تقولي انها عملت كده من باب للطاج يعني؟ ايوه والله العظيم يا ابوي، عملت كده من غير سبب. طب اقول لك، اسال عمي عبد الله. عمك عبد الله؟ هو عبد الله هنا؟ ايوه، وكان شاهد على كل حاجه. بقول لك ايه، المره دي غير كل مره، وعزه جلال الله ما حط رجلي في البيت ده تاني. مروان ده انا مش هرجع له تاني لما يجيب لي بيت لوحدي بعد الرمي بالشبشب. ناقص ايه تاني؟ مش عارف اقول لك ايه. بس يا بنتي انا عارف انت بنت سو. يعني برضك هتركبني انا الغلط يا بنت جبريه؟ دي زي امك يعني، لو تجيب الطين كده تشيله وتحطه فوق راسك تقول لها تمن يا امي. تفهم ولا مش فاهم؟ لا يا ابوي، مش زي امي يا ابوي، ده انا عايشه وسطهم خدامه. خدامه ايه بس يا بت؟ ما انا فاهمك وخبرك كويس. جرى ايه يا ابوي؟ هو انا رخيصه عندك جو كده؟ رخيصه ايه يا بت؟ ده انت اغلى حاجه عندي في الدنيا. اقول لك انت اغلى من بيت عبد الحكيم باللي فيه. امال ايه بس؟ انا بس مش عايزها يعني تمشي اللي في بالها. هي عايزه تخرجك من البيت ما ترجعيش تاني. طب ما انا عارفه. انت عارفه وتسيبيها زي الهبله تعمل كده؟ اقول لك قولي يا بنت عبد السلام. ما انا كان لازم اعمل حكايه كبيره وزعله، والمره دي فرصه. عمي عبد الله موجود ومروان شاف بعينه كل حاجه، كان لازم اعمل غضبه واسيب البيت عشان اجبره يجيب لي بيت ليا لوحدي. يعني ملعوب يعني؟ ايوه انا ما صدقته بصراحه. طب عليا النعمه من نعمه رب ان ما كنت تاخدي بعضك وديلك في اسنانك وترجع على بيت جوزك لكم بيتك الليله في الزريبه جنب البهايم. فاهمه ولا مش فاهمه؟ هتعملوا معايا ايه؟ هتسجنوني يعني؟ خبر ايه؟ لا ساعتك مفيش اي حاجه يا فندم. لا في، تصور يا باشا انا بنزل هنا كتير زبونه يعني، واول مره انسى الكريدت كارد بتاعي يقوموا عايزين يسجنوني عشان يوم وشويه مشاريب. كم الحساب؟ ما يصحش يا باشا. كم؟ 1200 جنيه. ضيفهم على الحساب عندي. أنا متشكرة قوي. بس بدي أعمل حسابك المرة الجاية. ها؟
طيب ممكن نمر التليفون حضرتك عشان ارد لك المبلغ يعني؟ لا اعتبرينه هديه. لا ما ينفعش، لازم اخد نمرة التليفون. دي الكارت بتاعي.